ده نموذج لجناح تاني مصري، جناح درس في صافا، وكل اللي موجود فيه نسخة واحدة من كل عنوان، جابهم الناشر معاه وهو جاي في الطيارة. فطبعا ده نموذج تاني لجناح درس في صافا، يدوب نسخة واحدة من كل كتاب. وطبعا باقي الأجنحة المصرية الناس اضطرت تاخد كتب من ناشرين كانوا مخزنين أو شاحنين من بغداد، وطبعا كلها كتب قديمة مش قادرة إنها تغطي تكلفتهم أو مصاريفهم هنا في أربيل. يعني تقريبا يا دوب بيجيبوا أكلهم وشربهم يعني.